أهلا وسهلا فيكم جميعا في الملتقى العربي للفكر والحوار. يسر الملتقى العربي للفكر والحوار أن نقدم لكم اليوم ندوة مهمة جدا بعنوان تداعيات الحرب في غزة على الوضع العربي والدولي، السيناريوهات المحتملة فيما يخص الصراع الفلسطيني الصهيوني. يقدم الندوة اليوم الأستاذ عريب الرنتاوي من الأردن. أستاذ عريب الرنتاوي كاتب ومحلل سياسي حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية، يرأس منذ عام 2000 مركز القدس للدراسات السياسية في عمان، عمل لعدد من الصحف والمجلات ووكالات الأنباء، شغل عضوية المجلس الأعلى للإعلام وعضوية مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون، قدم برامج سياسية وحوارية للتلفزيون الأردني، شارك في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، ومشارك منتظم في البرامج الحوارية لعدد كبير من محطات الإذاعة والتلفزيون والقنوات الإخبارية العربية والدولية، وله كذلك كثير من المقالات والدراسات المنشورة في عدد من الصحف والكتب. ألف من الكتب حول الديمقراطية والإصلاح السياسي في العالم. ولكن قبل أن نبدأ بهذه الندوة، بعد الترحيب بالأستاذ عريب، أن نتوقف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية، ونقف تضامنا مع كل أشكال المقاومة ضد هذه الحرب الوحشية. فحسب، وإنما انتصر العقل الذي خطط ودبر
نوه وظلل إلى أن أمكن في الحقيقة إلحاق أكبر يعني ضربة يمكن أن تكون قد أصابت إسرائيل منذ قيامها قبل 75 عاما، وهذا باعترافهم أنفسهم على أي حال، هذا ليس كلاما مرسلا أو على عواهم. ما حصل في 7 من أكتوبر هو استعجال هو إعجاز. نجحت المقاومة في التغطية على أوسع عملية بكل ما تعنيه هذه الكلمة، والحقيقة أن قرار الحرب وقرار توقيتاتها وتكتيكاتها لم يخرج عن إطار حفنة من القادة العسكريين والسياسيين في قطاع غزة حصرا. يعني صح، القيادة كانت تعلم بأن حماس مقدم على عمل كبير، ولكن حتى المكتب السياسي لحماس في الدوحة وفي لبنان لم يكن يعرف أن 7 من أكتوبر هو الموعد، وأن المعركة سوف تأخذ هذا الشكل وتبلغ هذا المدى. ما حصل هو إعجاز سبراني، بمعنى أنه أمكن لكتائب القسام أن تسجل اختراقات مهمة وأن تتبع ما يعرفه العدو عنها، وأن ترصد وتراقب وتحدد نقاط القوة ونقاط الضعف، مما جعل 7 من أكتوبر يوما مجيدا بهذا المعنى. ما حصل هو إعجاز إعلامي نفسي، بمعنى نحن شاهدنا وتابعنا على الهواء مباشرة عمليات القسام في مستوطنات الغلاف، وهم يهاجمون فرقة غزة، وهم يهاجمون الموقع 8200، وهم يهاجمون حاجز إيرتس والموقع العسكري في إيرتس. يعني هذه المواقع الحصينة الرئيسية حول القطاع والتي تضم مقرات مهمة وقيادية للعدو عسكريا واستخباريا وأمنيا وغير ذلك. هذه الحرب الإعلامية النفسية سيكون لها أكبر الأثر في خلق هذه الشحنة من الفخر والاعتزاز في أوساط الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وكل أصدقاء فلسطين في العالم. ما حصل هو إعجاز عسكري بكل ما تعنيه الكلمة. حماس نفسها، القسام نفسه، فوجئ في الحقيقة بسرعة الانهيارات الإسرائيلية. لم يكن كانت هذه مفاجأة لحماس أيضا، يعني بمعنى أنهم كانوا يتوقعون قتالا طويلا، قتالا مريرا، ربما الوصول إلى أول حزام من الغلاف المحيط بغزة، فإذا بالانهيارات تتالى، وإذا بالمقاتلين يصلون إلى الحزام الثاني والحزام الثالث، ويتخطون مناطق واسعة، إلى الحد الذي دفع ببعض قادة حماس للقول أننا لو كنا نعرف لربما دفعنا بالمزيد من المقاتلين، ولربما توغلنا في العمق الإسرائيلي أبعد من ذلك بكثير. إذا نحن أمام حدث يعني هز أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وهذا له تداعيات، بمعنى أن كل السردية الإسرائيلية الأمريكية خلال على الأقل آخر 10 سنوات، طبعا هي قبل ذلك بكثير، كل سردية أن هذه قلعة راسخة، أن هذه هي زعيمة الناتو الشرق الأوسطي، الائتلاف المزمع أو المنتظر والمشتهى بين من يسمون بعرب الاعتدال وإسرائيل، رأس الحربة في مواجهة محور الشر في الإقليم، أنها هي من تنوب عن الولايات المنطقة في الحفاظ على السيطرة والهيمنة على هذا الإقليم. كل هذا سقط، والآن النظرية البديلة تقول من لم يستطع أن يحمي نفسه من 1200 مقاتل قسام لن يكون قادرا على حماية أي دولة عربية من إيران أو من حلفائها أو من غير ذلك. هذا البعبع الشبح يعني تبددت أسطورته وهيبته، وربما هذا يعني ما يفسر حالة الهستيريا التي أصابت إسرائيل، وهي مفهومة، بمعنى أن الغرائز في إسرائيل سيطرت على العقل، وأن السياسة واستراتيجيات الحرب الإسرائيلية باتت محكومة بالغريزة وبشهوة الانتقام وشهية الثأر والرغبة في التدمير والتقتيل والتخريب والاستباحة، وليست محكومة يعني في الحقيقة بنظرية عسكرية أو بأهداف سياسية منطقية قابلة للتحرك، منطقية بين المزدوجين قابلة للتحرك.
يتهاوى معه كل الرهانات التي عقدت عليه. وكلكم سمعتم وقرأتم عن إسرائيل بوصفها ولاية أمريكية، بوصفها حاملة طائرات على الأرض، بوصفها رأس حربة، رأس رمح، قاعدة إلى آخره، شرطي المنطقة، أزعر الحي. يعني كل هذه التعبيرات في الحقيقة كانت تقول بأن هناك تعويل واستثمار على هذا الكيان من أجل إخضاع هذه المنطقة وتركيعها حتى إشعار آخر. هذا تهاوى في السابع من أكتوبر، وبدأ أننا أمام كيان يعني لا يستحق كل هذه التوصيفات وكل هذه التعريفات بشكل أو بآخر. تعرفون ونعرف جميعا بأن هذا الكيان أو هذا المشروع نشأ في الحاضنة الاستعمارية الغربية الأوروبية، بداية قبل أن ينتقل أمر رعايته ودعمه وتبنيه واحتضانه إلى الولايات المتحدة، بالذات في المنقلب الثاني من القرن الفائت. ولكن في الحقيقة ظلت الوشائج والروابط يعني مع القوى الغربية الأوروبية التي أنشأت هذا الكيان ورعته ظلت حميمة وعميقة. ولكن تبدل موازين القوى في الغرب دفع بالولايات المتحدة لتولي المهمة التي طالما سهرت عليها بريطانيا العظمى وفرنسا. هذا كله بدأ في لحظة يعني عرضة للتبديد، عرضة للضياع، عرضة للخسارة والخسران. وبالتالي رأينا جنون، رأينا حالة جنون وهستيريا يعني في تبني السردية الإسرائيلية. سقطت معها كل المنظومة القيمية والأخلاقية الغربية دفعة واحدة، ومن أول صاروخ أطلقته الطائرات الإسرائيلية على أطفال غزة ونسائها بدأ الغرب الاستعماري يعود إلى ماضيه القديم، وليس حتى إلى زمن الانتداب بعد الحرب العالمية الثانية وعصبة الأمم حين جرى تهذيب وتجديد يعني الاستعمار بصيغة جديدة وتقديمه على شكل يعني سلطات انتدابية في الدول العالم الثالث والمستعمرات. لا، عاد الاستعمار إلى صورته الوحشية الأولى يعني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، زمن اصطياد الأفارقة وجلبهم بالسفن عبيدا إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. هذا ما تبدى لنا في الحقيقة، هذا ما تبدى لنا من خلال هذه التصريحات المشبعة بروح الكراهية والمشبعة بخطاب ديني والمشبعة بروح استعمارية. ولا أبالغ إن قلت المشبعة أيضا بروح صليبية، لا أقصد هنا المسيحية ولكن أقصد الموجات الاستعمارية التي اتخذت طابعا دينيا يعني قبل 1000 عام تقريبا. هذا أقل من خطابات بعض المسؤولين الأمريكيين، بعض المثقفين الأوروبيين، بعض السياسيين الأوروبيين. وكان هذا ربما ما حدا حتى لبعض أصدقاء أمريكا من القادة العرب إلى القول ما الذي يجري؟ يعني نحن هل يقف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عند حدود الأعراق والأديان في هذه المنطقة؟ هل الدم الفلسطيني أرخص بكثير من الدم الإسرائيلي إلى هذا الحد؟ وبدأ الإحساس يتنامى ليس على مستوى القاعدة الشعبية بل يتسرب إلى أوساط نخبوية قيادية صديقة للغرب وليست من المعارضات التقليدية العربية من إخوان ويسار وقوميين وغير ذلك. لا، بدأت تصل إلى رؤوس بعض الأنظمة العربية في هذا المجال. إذا نحن أمام زلزال كوني. لماذا كل هذه الهستيريا الغربية، ولماذا هذا الإصرار الأمريكي على المضي في هذه الحرب حتى تحطيم حماس واقتلاعها واستئصالها وسط تأييد مفرط من قبل بعض المراكز الأوروبية على وجه الخصوص؟ تحدثنا عن الجانب المتعلق بإسرائيل، لكن الجانب المتعلق بالمشهد الفلسطيني الداخلي بدأ أن حماس هي التي تقود المشهد الفلسطيني، هي الفاعل الرئيس على الساحة الفلسطينية، هي القوة الحاضرة شعبيا وجماهيريا وعسكريا في الوسط الفلسطيني، هي محو أفئدة وأنظار ورهانات ملايين الفلسطينيين في هذه المنطقة. بدأ أن السلطة المتهالكة قبل طوفان الأقصى ازدادت تهالكا، وكان أداؤها باهتا إلى حد كبير في هذه الأزمة، غابت أو غيبت لا فرق بين الأمرين. ولكن في نهاية المطاف بدأ وكأنها تنتظر لحظة سقوط حماس لكي تنقض على إرثها ولكي تحل محلها
وبالمناسبة أفتح يعني قوسين هنا لأقول، وسنعود إليها لاحقا، بأن السلطة هي الطرف العربي الوحيد الذي قبل أن يبحث مع الأمريكيين مع بلينكن في مرحلة ما بعد حماس ومرحلة ما بعد غزة، في الوقت الذي لم يقبل وزراء الخارجية العرب الست الذين التقوه في عمان الدخول في هذه المرحلة، وقالوا بصوت واحد بأن الوقت الآن لوقف الحرب وليس في نقاش مرحلة ما بعد الحرب. إذا نحن نتحدث بهذا المعنى، أن ثمة انقلاب في الموازين، في المعادلات، في توازنات القوى، في الديناميات داخل المجتمع الفلسطيني. حماس راهنت بالحقيقة أن هذه الحملة يعني أو هذه الضربة الموجعة الاستراتيجية لإسرائيل سوف تفجر غضب الضفة الغربية الغاضبة أصلاً، والضفة قبل طوفان الأقصى كما تعلم الاحتلال قدمت مئات الشهداء خلال العام الفائت، وتحولت قصبات المدن والمخيمات الفلسطينية إلى قلاع، بمعنى أن الزمن الذي كان فيه لدورية إسرائيلية أن تدخل إلى عمق أي مخيم أو أي مدينة لاعتقال من تشاء وقت ما تشاء ولا، وأن على إسرائيل أن تخطط لحرب إن هي أرادت الدخول إلى أي مكان في الضفة الغربية باستثناء العاصمة المؤقتة رام الله. بخلاف ذلك انظر ما الذي يعني تواجهه، دور كرم وهي بلدة صغيرة يعني بشكل أو بآخر، ومخيمها 15 ساعة امبارح حتى تمكنوا من اعتقال بعض من اعتقلوهم وقتلوهم، وبات سلاح الجو يستخدم الآن يعني في الاجتياحات الإسرائيلية للمدن والقرى، لأنها تحولت شيئا فشيئا إلى قلاع. هم واشنطن الأساسي كان إخماد الضفة الغربية، عدم السماح بانفجارها، وطلب إلى السلطة أول اتصال هاتفي بين بايدن والرئيس عباس، ثم جولات بلينكين كان الهدف الرئيس منها على الأقل منع اندلاع أو انفتاح جبهة جديدة في الضفة الغربية. وآخر جولة لبايدن قدم جزيل الشكر تقدير للسلطة لنجاحها بالقيام في دور بهذا المعنى. هدف الولايات المتحدة وإسرائيل كان الاستفراد لقطاع غزة، الاستفراد بحركة حماس، وبعد ذلك لنا حساب مع بقية الأطراف بهذا المعنى. الزلزال أيضا حدث في المجتمع الإسرائيلي، فوجئت إسرائيل بهذه الصفعة الاستراتيجية، بهذا الانقلاب الاستراتيجي في الوقت الذي كانت فيه في أسوأ حالاتها، على خلفية الانقسام الداخلي والصراع الديني العلماني، و هذه الطبقة أو النخبة الحاكمية، تفشي الميليشيات، تفشي الخطاب الديني، ظهور الداعشية اليهودية في أكثر من مكان كنتيجة لهذا الانسياح المنهجي المنظم الذي يواجهه المجتمع الإسرائيلي منذ أكثر من ربع قرن، صوب التطرف الديني والقومي والحريدي الذي أدى إلى ما أدى إليه. وكنتم تلحظون ونلحظ معكم كيف أن كل كنيس جديد يأتي أكثر تشددا وتطرفا مما قبله، وأن اليمين الديني والقومي الصهيونية الدينية القومية تتفشى على مساحات متزايدة داخل الكنيس الإسرائيلي. هذا كيف سيتفاعل المجتمع الإسرائيلي بعد هذه الحرب، وكيف إسرائيل لن تعود إلى ما كانت عليه قبل طوفان الأقصى، هذه حقيقة، لكن كيف؟ ربما من السابق لأوانه أن نعرف، ولكن أستطيع أن أقول بأننا سنجهد اتجاهين متناقضين داخل المجتمع الإسرائيلي في مرحلة ما بعد الحرب. الاتجاه الأول هو الاتجاه الفاشي الديني العنصري، الذي سيزداد فاشية وطغاوة وشراسة في التعامل مع الفلسطينيين، كل الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، بما في ذلك الأسرى والسجناء الفلسطينيين. هذا الاتجاه سيجد في الصور المكتوبة في 7 أكتوبر وسيلة دعائية ومادة خصبة لترويج لخطابه الاستئصالي الفاشي العنصري بكل أبعاده ومعانيه. سيذهب هذا الخطاب إلى ذروته، وسيتخلى عن بعض عن القليل من تحفظاته وكياسته، إنجاز أن نسميها كياسة، وسيكون خطابا منفلتا بانفلات الميليشيات اليهودية التي تعيث قتلا وتخريبا في القدس وفي الضفة الغربية، وقد بلغ عدد مسلحيها الآن أكثر من 100,000، آخرهم 28,000 تسلحوا بآخر شحنة من السلاح الأمريكي وصلت في أثناء المعارك في غزة، وتم توزيعها على قطعان المستوطنين وشبيبة التلال وجهاز الحرس الوطني الذي أنشأه بن كبير، مما ينبئ بأننا أمام حقبة صعبة في الضفة الغربية والقدس.
لكن اتجاها اخر في اسرائيل سينشا، ولا ندري لمن ستكون الغلبه، وان كنت ارجح ان يتغلب التيار الديني القومي الفاشل الاستئصالي. التيار الذي اقصده هو التيار الذي ربما يكون قد سلم بانه لا حل مع هؤلاء، لا حل مع الفلسطينيين الا بتمكينهم من دولتهم، وبالتالي لا بد من الانفصال عنهم بالكامل. والانفصال لا يمكن ان يتم من جانب واحد كما حصل في 2005، الانفصال لا بد ان ينشا كنتيجه لعمليه سياسيه تنتهي لقيام كيان فلسطيني. ما هو هذا الكيان؟ ما شكل هذا الكيان؟ ما هي حدوده، سيادته، التواصل الجغرافي؟ هل سيشمل كل المناطق الفلسطينية، كل مكونات الإقليم الفلسطيني أم لا؟ هذا بحث أعتقد أنه لم يبدأ بعد في هذا المجال. واحد من أسباب الهستيريا التي اجتاحت الغرب تحديدا الولايات المتحدة وربما إسرائيل أقل اعتناء في هذه اللحظة بهذا البعد تحديدا هو البعد الإقليمي، بمعنى أنه إذا قيض للمقاومة الفلسطينية ولحركة حماس على وجه الخصوص أن تفلت بفعلتها كما يقول بعض خصوم حماس ومناويها، فهذا يعني أن انقلابا في المشهد وفي الديناميات الإقليمية سيحدث، بمعنى أن الدول التي يعني تكتلت ونشأت على جذع التطبيع العربي الإسرائيلي والمسارات الإبراهيمية سوف لا يكون لها في الحقيقة كلمة عليا في هذا الإقليم بعد اليوم، وأن الدول والأطراف والقوى الاجتماعية والنون ستيت أكترز اللاعبون اللا دولاتيين يعني إن شئت وهم كثروا في هذه المنطقة العربية، يعني أعتقد أنهم سوف يعني يستشعرون فائضا من القوة وسوف يسعون في فرض ربما رؤيتهم وتصوراتهم لمستقبل هذا الإقليم وعلاقات القوى في هذا الإقليم. البنيان الذي سهرت عليه الولايات المتحدة وهو بنيان حاكم من جمهورية وديمقراطية، بنيان التطبيع والنيتو الشرق الأوسطي وكل هذه المسميات، وهي مسميات مختلفة لمضمون واحد بالمناسبة، كيف يمكن أن نأتي بإسرائيل مع بعض العرب في حلف ضد خصوم الولايات المتحدة وخصوم إسرائيل في المنطقة أيا كان هؤلاء؟ هذا البنيان سيكون عرضة للانهيار إذا أمكن لحماس في الحقيقة أن تصمد وأن تقاوم وأن تحقق أهداف ضربتها العسكرية. لذلك رأيت هستيريا تجتاح هذا الغرب، لأن هذا الاستثمار في هذه المشاريع يعني كان يعني مرهقا ومكلفا إلى حد كبير، وكلكم لا شك تابعتم الفصل الأخير من على أقل تقدير كيف بذل بايدن شخصيا وإدارته بشكل عام جهودا مضنية من أجل تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية باعتبار، وكيف نظر نتنياهو إلى السعودية بوصفها درة المسار الإبراهيمي التطبيعي مع الدول العربية، درة تاج هذا المسار. وبالتالي هذا بدأ يعني ونشأت وظهرت تحليلات كثيرة، وقالها بايدن في تصريح مباشرة بأن ما جرى في غزة كان القصد من الإطاحة بمسار التطبيع السعودي الإيراني، وهو بالمناسبة صحيح. يعني نحن لا هذا لي هذه التهمة لا تنفيها يعني حماس عن نفسها، حماس عندما سألنا قياداتها يعني واحدة من القضايا ربما التي يعني صرعت إنه القضية الفلسطينية تضيع في بحر تغرق في بحر التطبيع، والمخاوف كانت من استدارة شاملة للعالم العربي والإسلامي نحو إسرائيل إذا نجح مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي. يعني هذا واحد من الأسباب طبعا، في الاستيطان في الأقصى في الأسرى في الحصار على غزة في تآكل مكانة القضية الفلسطينية وكل ذلك مما يجري يعني سرده من عوامل وأسباب كانت وراء إطلاق طوفان الأقصى. لكن واحد منها على الأقل وهو رئيس ليس ثانوي كان هذا المسار التطبيعي الذي يهدد بابتلاع القضية الفلسطينية. وبالمناسبة أفضل كان عن هذا ما صدر عن نتنياهو شخصيا عندما قال بأن الفلسطينيين لا يشكلون إلا 2% من العرب، وبالتالي إن طبعنا مع 98 ما حاجتنا ل 2%، هذول يعني يأتون من باب تحصيل الحاصل أو فرق العملة أو سميها زي ما بدك بهذا المعنى. وكان مسار قلق عن بعض الأطراف العربية التي تعتبر أن عدم حل القضية الفلسطينية يؤذيها،
في أمنها وسيادتها وهويتها وكيانها. وأقصد به الأردن. من هنا رأينا الرد الأردني على السردية الإسرائيلية بأن حكاية التطبيع، نذهب لسلام وتطبيع مع العرب ثم نعود للفلسطينيين، هذه ليست، هذا ليس خيارا وليس حلا، البدء من فلسطين ثم إلى العالم العربي. وهذه النقاشات وحوار السرديات كان يعني كثيفا في الآونة الأخيرة. إذا نحن نتحدث عن معركة تدور في مساحة، في رقعة ضيقة جدا من الأرض تكاد لا ترى من علم، ولكنها في الحقيقة أطلقت شعاعا غطى الإقليم بدوره بأسره برمته. لأن مآلات هذه المعركة التي ما زالت مفتوحة، وهذا ما يزال موضع القلق دوائر صنع القرار في كل العواصم الإقليمية والدولية ذات الصلة، مآلات هذه المعركة نتائجها سوف يرتسم عليها انقلاب في المشهد الفلسطيني الداخلي، الإسرائيلي الداخلي، الإقليمي. والآن نتحدث بقليل من الكلام عن المشهد الدولي، وهنا لا أريد في الحقيقة أن أترك العنان يعني للتقديرات أو للتكهنات. سأنقل ما سمعته يعني من مصادر مطلعة روسية بهذا المعنى. يعني وقد قيل حرفيا بأن يعني رهانات موسكو على انبثاق النظام كانت منعقدة على نتائج الحرب في أوكرانيا، لكن منذ 7 أكتوبر الذي كان يوما سعيدا وهبط هبوطا جميلا في الكرملين، منذ 7 أكتوبر في الحقيقة بدأت الرهانات تقول بأن النظام العالمي الجديد سوف ينبثق يعني من غزة وليس من أوكرانيا، وأنه أن حماس إن أفلتت يعني بفعلتها مرة أخرى في غزة فهذا يعني سيبقي الباب مفتوحا ربما للاتحاد الروسي للذهاب للمضي بعيدا في موضوع أوكرانيا، وربما حسم الصراع وربما الوصول إلى كييف مجددا. وهذا على الأقل يعني ما يقوله بعض أكثر المتفائلين بانعكاسات المسألة على النظام الإقليمي. لكن الصورة تتضح أكثر عندما نراقب مجلس الأمن وهذا الصراع المحتدم بين روسيا والولايات المتحدة من جهة، والدول والولايات بين روسيا والصين من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى في مجلس الأمن. هذه الصورة لم تحدث إلا في زمن السويس وخليج الخنازير وأزمة الصواريخ الكوبية وخريتشوف والضرب بالحذاء على مائدة مجلس الأمن. منذ ذلك الزمن لم نرى الصورة التي نراها تتظهر اليوم في مجلس الأمن. بمعنى كل الأطراف معتقدة وموقنة بأن مآلات هذا الصراع بما هو متعلق بإسرائيل ودورها ومكانتها يعني بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن الولايات المتحدة سوف يكون له تأثير حاسم على يعني توازنات القوى الدولية، وربما على لعبة الصراع على هوية النظام العالمي الجديد، وهو صراع محتدم منذ سنوات وله من خلالها بشكل متفجر أوكرانيا الآن، تايوان ربما بعد حين، ولكن جاءت غزة لتختطف الأضواء وتعيد المسألة إلى نصابها بشكل أو بآخر. إذا مروحة التداعيات ليست محدودة، ومن الصعب التكهن بمآلاتها، وكل فريق لديه مصلحة في أن يرى من يدعمهم في حلبة الصراع المباشر، وقد تعرضوا لنكسة أو لهزيمة كبيرة، ولكن قدرة الأطراف على مد يد العون تبدو متوازنة متفاوتة في الوقت الذي تأتي فيه الولايات المتحدة بالأساطيل وبالجنود وتفتح المستودعات وتحشد الدعم والتأييد الغربي على نطاق واسع. لا نرى لا جهدا عربيا وإسلاميا لبلورة مشروع عربي يعني خاص ومستقل وحالة استنهاض عربية في مواجهة هذا العدو، ولا نرى تحركا روسيا او صينيا كافيا حتى الان خارج اطار مجلس الامن وعبر القنوات الدبلوماسيه. جوهري بمعنى ما الذي يعني يمكن يعني ان يحدد يعني مسارات ومآلات هذه المعركه يعني او هذه الحرب المفتوحه يعني في غزه وعليها؟ أعتقد يعني ثمة عدة عوامل لابد من أن نقف أمامها بكثير من الاهتمام. العامل الأول
العامل الأول يتعلق بالوضع الإقليمي، هل سيتطور الصراع في غزة إلى مجابهة إقليمية؟ نحن نرى تسخينا شديدا، ليلة أمس خرج الصراع على الجبهة الشمالية بين حزب الله وإسرائيل عن نطاق القواعد المعروفة للاشتباك، من حيث الأسلحة، من حيث العمق الجغرافي، من حيث الخسائر، من حيث التواصل. جبهة من الناقورة إلى كفر شوبا، يعني على طول الحدود تقريبا، وفي العمق يعني من الجانبين اللبناني ومن الجانب الإسرائيلي. أمس أقر رئيس الأركان خطة الحرب في شمال لبنان في حال اندلعت. اليوم نتنياهو يتحدث عن أوامر للجيش بالاستعداد للسيناريو الأسوأ على الجبهة الشمالية. حتى الآن لا أحد يريد حربا إقليمية، لا إيران ولا حزب الله ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل في هذه اللحظة. في تيار إيزنغوت إلى آخره، يعني هذا التيار يريد حرب إقليمية، وهو يعتبر أنه طالما جاءت الولايات المتحدة بثقلها إلى المنطقة فلنستغل هذه السانحة لنجهز على تهديدين شمالي وجنوبي، نضرب عصفورين بحجر واحد. لكن بصفة عامة يعني الحكومة الإسرائيلية بقية المكونات ليست في هذا الوارد، وهي إلى حد كبير تكاد تخضع الآن للإدارة الأمريكية لهذه المعركة بشقيها السياسي والعسكري. أمريكا فرضت ما يشبه الانتداب على إسرائيل بعد حالة الاهتزاز والضعضعة التي أصابت قيادتها السياسية والعسكرية، ظهروا بعد 6 ساعات من يعني من اجتياح غلاف غزة، بعد 6 ساعات. يعني هذا دليل على أن القيادة ضربت على رأسها ولم تعد قادرة على أن تقف على أقدامها وأن تتماسك وأن تتولى زمام المبادرة على نحو يعني مناسب، ما جعل الولايات المتحدة تلقي بثقلها مباشرة في غرفة العمليات جنرالات عسكريين الذين قارفوا جرائم حرب في العراق وفي أفغانستان، استحضروا على عجل، ساعدوا الإسرائيليين. بلينكين وبايدن بيحضروا مجلس الحرب الإسرائيلي كما لو كانوا أعضاء في الكابينت المصغر في إسرائيل. الولايات المتحدة وهي التي تدير المعركة وتحدد أبعادها ومراميها في هذا المجال. لذلك نقول أن إسرائيل، إيران، حزب الله، الأطراف كلها ما بدها حرب إقليمية. لكن هذا لا يعني أن الانزلاق إلى حرب إقليمية بات يعني متعذر أو مستبعدا تماما، لا بالعكس. يعني في سجل الحروب في التاريخ هناك الكثير من الحروب، عشرات الحروب التي انزلقت إليها الأطراف على غير رغبتها وعلى غير إرادتها، وجدت نفسها في معمعان لا يمكن أن تتفاداه. ولك أن تتخيل يعني سيناريو عدد كبير من الخسائر هنا أو هناك، وما الذي يمكن أن يستحضره يعني ذلك من ردود أفعال وتداعيات، وكيف ممكن أن تنزلق الأمور وتفلت بشكل أو بآخر. هذا سيناريو ما يزال موجود، وكلما بلغ التصعيد ذروة، التصعيد الإقليمي ذروة أعلى، كلما تحركت الدبلوماسية من أجل احتواء الموقف، لأن الولايات المتحدة لا تريد حرب، الغرب لا يريد حربا إقليمية واسعة في هذه المنطقة. وبالتالي نحن نحث، وهذا ما نقوله في لقاءاتنا مع بعض الأطراف، على إبقاء منسوب التصعيد ما أمكن من أجل ممارسة الضغط لوقف العدوان الغاشم على الأهل في غزة وعلى المقاومة الفلسطينية. إذن هذا عامل سيلعب دور في تحديد أمد الحرب، مدياتها ومآلاتها وتداعياتها على حد سواء. الموقف الثاني اللي يعني اللي هو الموقف الفلسطيني، بمعنى أن السلطة حتى الآن اختارت الانتظار والجلوس على مواقع مقاعد النظار، وهي تهيئ نفسها لوراثة حماس في قطاع غزة، وما زالت العقلية والديناميات والمعادلات التي تحكم تفكيرها هي معادلات الانقسام الداخلي ولعبة زيرو سام جيم. يعني لم تخرج السلطة حتى الآن عن هذه المفاهيم، لم تنتقل إلى معادلة وين وين جيم في التعامل بين طرفي الانقسام بهذا المعنى، ولم تنظر للموضوع بوصف فرصة، نظرت إليه بوصف تهديد، وهذا شتان بين سياسة تبنى على قاعدة أن ما يحصل هو فرصة للشعب الفلسطيني وقضيته، وبين من يرى فيه تهديدا. يعني ولذلك يعني رأينا السلطة لم تغير في أدائها شيئا، بل أنها كانت يعني أكثر استعدادا يعني للتفاعل مع طروحات أمريكي
زلت بقول أنهم يعني يطلقون أهدافاً كبيرة ويتصارعون على تقاسم جلد الدب قبل اصطياده، يعني بمعنى من سابق لأوامر القوم ما بعد حماس. حماس لا زالت متماسكة ولا زالت تقاتل ولا زالت في الميدان، وإسرائيل تخسر رغم الفاتورة الكارثية بالمعنى الإنساني التي حلت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الموقف الفلسطيني حاسم، مبادرة من الرئيس أبو مازن يسير بها على خطى الإسرائيلية، بدناش يعني نبعد كثير، يعني على خطى إسرائيل. إسرائيل بالحرب شكلت حكم طوارئ بين السلطة بين الحكومة والمعارضة، وقالت أن حكومة طوارئ مؤقتة ستنتهي بنهاية هذا الحرب، ووظيفتها إدارة هذه الحرب. لماذا لا يفعل الرئيس أبو مازن شيئا كهذا؟ لماذا لا يشكل إطارا قياديا مؤقتا انتقاليا لمنظمة التحرير يدعو إليه كل الفلسطينيين، كل الفصائل وشخصيات وفعاليات فلسطينية بهذا المعنى، ويصبح هذا هو المجلس والهيئة التي تدير العملية السياسية والعسكرية حتى، يعني بشكل أو بآخر هم الذين يفاوضون ويتحدثون وغير ذلك، بما يوفر شبكة أمان للمقاومة وما يوفر شبكة أمان للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في هذا المرحلة. لكن الحسابات الصغيرة والضيقة أعتقد أنها قد تبدد هذه الفرصة، وإحنا أطلقنا المناشدات وكتبنا في هذا المجال وإلى آخره، ولكن لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، والبعض في رام الله يفضل ترديد هذه الفرصة على أن يقر ويعترف بحماس بفضلها في إعادة وضع القضية الفلسطينية من جديد على رأس جدول أعمال العالم كله بعد أن كانت في القضية نسيا منسيا. العامل الثالث اللي في الحقيقة بيلعب دور الموقف العربي، وكانت خيبة يعني اجتماعات الرياض للقمة العربية الإسلامية الطارئة. ما الطارئ في هذه القمة بعد 33 أو 34 يوم من الحرب؟ ما الطارئ فيها؟ هاي لو عقدت بعد يومين في الأسبوع الأول بنكون طارئة، بس بعد شهر وشوي شو الطارئ فيها هذه القمة؟ وشو القرارات اللي انتهت؟ قرار العمل الوحيد اللي أخذته القمة هو كسر الحصار، ولم يكسر الحصار، ما دخلش إسعاف بالضبط من الإرادة الإسرائيلية، وعاجل ما مجمعين على المحضر والمعبر وبالحريش، ولا يدخل شيء الا بالاذن الاسرائيلي، رغم انه هذا معبر فلسطيني مصري والاساس ان لا سياده اسرائيليه عليه. فبالتالي يعني في الحقيقه نحن لم نرى، لا اريد ان اسخف الموقف العربي الى هذا الحد، برزت بعض المواقف المهمه والايجابيه ولكنها لا ترتقي الى مستوى الكارثه والبطوله في قطاع غزه. رفض التهجير كان موقفا ايجابيا من الدول العربيه واللي صادقت عليه المجموعه الاسلاميه. الحديث عن وقف اطلاق النار، المعابر الانسانيه، ادخال المساعدات الى اخره، كل هذا يعد، لكن هذا كله لم يكن مشفوعا يعني باليات عمل بضغوط حقيقيه، لم يكن مشفوعا بالتلويح باوراق القوه. وصدقوني لو صدر عن الدول التي طبعت مع اسرائيل بيان انذار للولايات المتحده مش لاسرائيل، باننا سنوقف هذه المسارات التطبيعيه خلال اسبوع ان لم توقف اسرائيل المذبحه في قطاع غزه، صدقوني ان هذا وحده كان سيخلق ديناميات دوليه كفيله بممارسه ضغط عنيف على اسرائيل. ولكن ماذا نعمل؟ بعض الدول العربيه ان لم نقل كثير منها ترى حماس تهديد، وتشاطر اسرائيل رايها في ان حماس تهديد وليست فرصه، وان ما يجري قد يلحق ضررا بها على ان انتصرت حماس على المدى الابعد. اللي خايف على النظام، اللي خايف من الإخوان المسلمين في بلده، اللي خايف من المعارضات، اللي خايف من كده. والنقطة الثانية أسطورة الجيش الذي لا يقهر والدولة التي لا تهزم اللي كرسها في أذهاننا إحنا، هذا الجيل، جيلي أنا يعني والجيل اللي قبلي، اللي كرسها في أذهاننا العرب أكثر من الإسرائيليين، هذه الحكومات العربية أكثر من إسرائيل، لأنه بنوا نظرية كاملة، نظرية السلام خيار استراتيجي وحيد على قاعدة أن إسرائيل لا تقهر. اجت مجموعات من المقاومين بالبدايه في لبنان والان بشكل واضح في فلسطين لتقول لا، اسرائيل ممكن ان تقهر، وهذا يعني يوجب على الحكومات ان تبني على شيء مقتضى، وهم لا يريدون فعل ذلك، هم لا يريدون فعل ذلك على الاطلاق. الطوفان الشعبي اللي بتشهده كثير من المدن الاوروبيه والامريكيه والعالم كله اعتقد انه جيم تشينجر بانجاز التعبير، وانه سيكون له تاثير ربما ليس على المواقف يعني هذه الدوله، بل على الصوره العامه للغرب من جهه، لاسرائيل في الغرب من جهه،
الإسرائيلية المدعاة بأنها منظومة مشتركة تجمع إسرائيل بالغرب. نحن نتحدث الآن عن العنصرية في أبشع أشكالها، عن الفاشية في أبشع أشكالها، عن النازية في أبشع أشكالها، لا توصيف آخر لما يجري في غزة خارج هذه المفردات وخارج هذا القاموس. شريان المساعدات مهم، إن تدفق شريان المساعدات على غزة سيزيل عبئاً عن المقاومة وعن كاهلها. يعني المقاومة بخير، المقاومة تحت الأرض تقاوم وتلحق خسائر جسيمة، وما زالت ممسكة بزمام الأمور وتطلق الصواريخ وتضرب في تل أبيب وفي أماكن عديدة وتتصدر الدبابات وإلى آخره، ولكن إسرائيل تضغط على المقاومة من يدها المجروحة، واليد المجروحة للمقاومة هم المدنيين فوق الأرض، وهؤلاء المدنيين فوق الأرض هم أهالي وعائلات المقاتلين تحت الأرض بهذا المعنى. هنا في الحقيقة لا يجوز الاستفراد بالشعب الفلسطيني وليس بحماس، لا يجوز أن السماح لإسرائيل بترجمة كتالوج التهجير القسري، واللي بيبدأ بقتل المدنيين، تدمير منازلهم، طردهم داخل، تجويعهم، تعطيشهم، إلى أن لا يعود لديهم من سبيل سوى إما الابتهال لحبات المطر التي سقطت اليوم علها تؤمن شربة ماء، أو التهاب يعني في نهاية المطاف في طاقة للأسرة، للعائلة، للأطفال، للنساء على الاحتمال. هذه الورقة لا يجوز أن نمكن إسرائيل منها، يعني هذه الحقيقة يجب أن تكون حاضرة في أذهان الدول العربية، بالذات يعني في أذهان القيادة المصرية على وجه الخصوص، كونها هي صاحبة السيادة على المعبر على الأقل من الجانب المصري، وكون إسرائيل قالت كذا مرة نحن طلعنا من غزة بدناش غزة، المعبر المصري، وما بنقول احنا يصير المعبر منفذ للدين دواء، بدنا دواء غذاء، محروقات للمؤسسات، حتى بدناش للسيارات ولا للمستشفيات، للمنظمات الدولية، لسيارات الإسعاف إلى آخره. هل هذا كثير؟ هل تقف الدول 57 دولة عربية عاجزة عن إدخال هذا؟ هل تقف أكبر دولة عربية عاجزة عن تقديم هذا؟ ما الذي تبقى من النظام العربي بهذا المعنى؟ هذه كلها العوامل، تطورها بأي اتجاه من الاتجاهات سوف تسهم إسهاما كثيرا في تحديد صورة المعركة ومآلاتها. بدي أختم سريعا، وأنا أخذت أكثر من الوقت اللي كنت مقترحه، بالحديث عن السيناريوهات المرحلة القادمة. إسرائيل لديها سيناريو واحد تعبر عنه صبح مساء ليل نهار، يبدأ بالتهجير، تهجير الفلسطينيين وليس فقط استئصال حماس. والسيناريو التهجير بالصيغة الأفضل للتهجير من منظور إسرائيلي أنهم يروحوا غرب القناة وليس شرق القناة، مش بس في سيناء، يروحوا بالوادي في مصر. واليوم سموتريش طور هاي النظرية وقال لا، ليش بدول العالم تأخذهم تتقاسمهم وتشتتوا في أربع أرجاء الأرض ونخلص من هذا الموضوع. هذا السيناريو الأفضل، البست كيس سيناريو من منظور إسرائيلي، لكن هذا السيناريو دونه خطر القتال. لا الفلسطيني يريد أن يهاجر أو يرغب أن يهاجر، حتى لو راح على سيناء بروح بتسوق وبرجع زي ما عمل بال 2014 يعني، وممكن يتأخر هذه المرة أكثر لأنه بيته مهدم، ولكن الفلسطيني أدرك بالطريقة الصعبة أن النكبة لم تكن في ضياع الأرض، النكبة كانت في هجرة السكان، وبالتالي هو لن يسمح بتكرار هذه النكبة. هذا أول. الدول المعنية، وكان في موقف عربي لافت بالذات من مصر ومن الأردن، أن التهجير يعني إعلان حرب، هذا خط أحمر، هذا مس بالأمن والسيادة والاستقرار، وفي الحالة الأردنية مس بالهوية وبالكيان كله، كل الأردن وجوده سيصبح عرضة للنقاش إن نجحت إسرائيل في ترجمة خيار التهجير. والأردن يدرك أنه إذا تم التهجير من غزة إلى مصر اليوم سيتبع تهجير من الضفة الغربية للأردن غدا، هذه لا 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 جدال فيها، لا أحد يناقش في الأردن من الملك إلى أي مواطن في الشارع يتظاهر تضامنا مع غزة أن هذا السيناريو سيحدث. ولهذا رأيتم ربما أن الشعب الأردني كان أكثر تفاعلا مع مجريات الوضع الفلسطيني من بقية الشعوب العربية، ليس فقط لروابط الجغرافيا والتاريخ والنسب والحسب والعائلات وكل هذا الكلام وضغطين وقبل 67 وكل هذا الكلام، لا، هذا كله مهم وموجود، ولكن الأردني عندما يخرج مطالبا بموقف ضد إسرائيل هو يدافع عن مصالحه ويدافع عن حقوقه ويدافع
عشائر، حمائل، عائلات، أحزاب، جمعيات، لجان، أفراد، شباب، طلاب إلى آخره، كلهم يهرعون إلى الشوارع للتعبير عن هذا الموقف. الولايات المتحدة لديها سيناريو آخر. في البدء هي روجت لسيناريو التهجير. بلينكين أول مرة أجى عنا كان بيسوق ويسوق خيار التهجير. جون كيربي كان يدعم وقال في مؤتمرات صحفية علنية، وعندما سألته إحدى الصحفيات ما هي الضمانات لعودة هؤلاء بعد أن تضع الحرب أوزارها، قال لا ضمانات، هذا الموضوع سيبحث لاحقا. لكن اصطدمت الولايات المتحدة من هذا الخيار انتحاري سيقضي على ما تبقى يعني من صورتها المحطمة في هذا الإقليم، وسيلحق ضررا فادحا بمصالح حلفائها وأصدقائها. فاستبدلت الحديث عن التغيير بأربع نقاط تراها الولايات المتحدة يعني أساسا لمستقبل غزة ما بعد الحرب. النقطة الأولى أنه يعني لا احتلال إسرائيليا دائما لقطاع غزة، لا اقتطاع من مساحة القطاع تحت حجة مناطق آمنة أو غير ذلك، لا تهجير للفلسطينيين إلى خارج القطاع، والنقطة الأهم والأخطر لا مستقبل لحماس في قطاع غزة، ولا يمكن أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر. يعني هذه هي عناوين الآن الموقف الأمريكي اللي تبلورت بعد كل هذا الحراك السياسي والميداني اللي صاحب هذا الأمر. مين اللي ما عندهش تصور لمرحلة ما بعد؟ العرب والفلسطينيين والسلطة. السلطة لا تستطيع أن تحكم غزة ولا تستطيع أن تأتي على ظهر دبابة، وهي أضعف من أن تحكم رام الله، فما بالك أن تحكم غزة؟ تاج هذا خيال. الحديث الآن عن إعادة تأهيل السلطة، مين بيعيد تأهيل السلطة؟ ومن هي القوة التي ستعيد تأهيل السلطة؟ وكيف يمكن إعادة تأهيل السلطة؟ وهل يمكن إعادة تأهيل السلطة بدون انتخابات؟ وهل ستسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات؟ وهل الوقت وقت انتخابات أصلا؟ هل غزة جاهزة للانتخابات على الركام والأشلاء والدماء وكل هذا الذي يجري؟ هم في مأزق، هم في مأزق بهذا المعنى في الإجابة على سؤال من سيدير قطاع غزة في المرحلة القادمة. طرحت فكرة قوة عربية إقليمية دولية يعني تحل محل سلطة حماس وكتائب القسام في حال طبعا انتهى الأمر بإلحاق الهزيمة بالمقاومة. الأردن قال ومصر قالت، وكان هذا أيضا صدمة للولايات المتحدة، لا جندية عربيا أردنيا كان أو مصريا محل الجند الإسرائيلي في قطاع غزة، ولا أحد يريد في الحقيقة أن يتورط في رمال غزة المتحركة. والمصريين النظام مش الجماهير مش الشعب المصري اللي وقع اتفاق كامب ديفيد وأخرج مصر من حلبة الصراع العربي الإسرائيلي، لا يريد أن يعيد مصر إلى هذه الحلبة من بوابة غزة أو من بوابة مخيمات اللاجئين في سيناء. يعني هذا ليس خيارا، هذا ليس خيارا بالنسبة لهذه الأطراف. السيناريو اللي أنا بعتقد ويعتقد كثيرون غيري بأنه هو سيناريو البست كيس سيناريو لفلسطين، يعني احنا حكينا عن البست كيس سيناريو لإسرائيل وللولايات المتحدة، لكن ما هو البست كيس سيناريو لفلسطين؟ أنا بعتقد مبادرة فلسطينية لتوفير شركة أمان لحماس، لإنشاء إطار قيادي مؤقت وطارئ وانتقالي يضم جميع الفصائل الفلسطينية وشخصيات محترمة ومستقلة وموثوقة تحت إطار منظمة التحرير. أنا بعتقد أنه هذا يمكن أن يوفر أفضل سيناريو، يعني ممكن طبعا صعب، سترفض إسرائيل، سترفض الولايات المتحدة ودول أوروبية عديدة، ولكن هذا سيناريو كفاحي، هذا سيناريو نضالي، يعني بمعنى أنه إن أردتم التقدم لن تجدوا فلسطينيا واحدا خارج إطار هذا السيناريو. هذه نقطة يجب، رسالة يجب أن توجه للجميع، والبحث عن مظلة أمان وشبكة أمان عربية لهذا السيناريو حتى لا ندع الانقسام يتحول إلى ثقب أسود يبتلع كل المكاسب والمنجزات اللي حققتها المقاومة بعمليتها الباسلة والتاريخية في 7 أكتوبر. هذا السيناريو يعني يجب أن يجري التركيز عليه، الحث عليه، الضغط من أجله بالذات على القوى المتنفذة في منظمة التحرير، يجب تحريك فتح بشكل أساس بالاستناد إلى إرثة وتاريخ الآخري في هذا الاتجاه. وأنا في الحقيقة في الأيام الأخيرة يمكن ما عندي قضية أحكي فيها سواء مع دبلوماسيين أو في الإعلام أو فيما أكتب وأقول سوى هذه القضية، لأن أنا بعتبر هذا طوق النجاة، خشبة الخلاص بهذا المنزل. وأنا بعتقد أنه قيادة حماس
شامل للأسرى، فتح المعابر، رفع الحصار، مسار سياسي ينتهي إلى دولة عاصمتها القدس. هذه النقطة الأخيرة هي رسالة للسلطة، يعني تعالوا إحنا مستعدين نقبل معاكم بدولة فلسطينية على حدود 67، وإذا الجانب الآخر مستعد يذهب إلى هذا الخيار. هذه رسالة للغرب، هذه رسالة لموسكو. واليوم أنا كان عندي لقاءات مع دبلوماسيين روس أيضا، وكانوا في الحقيقة يعني بدهم يطمنوا هل هذا موقف ممكن أن نبني عليه، يعني إحنا في كروسيا مبادرة أو موقف من هذا النوع. هذا موقف قيادة حماس، واللي تحدث به رئيس مكتبها السياسي، يعني مش سيكون صدمة بالنسبة لبعض الأطراف الغربية بالذات الولايات المتحدة، ولكن صمود المقاومة، صمود الشعب الفلسطيني، انقلاب الرأي العام العالمي، كل هذه التطورات التي يعني تحيط بالصراع الدائر في غزة، أعتقد أنها ستجعله خيارا ممكنا. صعبا نعم، ولكنه خيار ممكن. وفي النهاية يعني احنا لما بنحكي عن سيناريوهات نحكيش عنها في غرفة مغلقة أو في عملية عصر تمرين ذهني أكاديمي مجرد، احنا بنحاول نبحث عن السيناريو اللي يخدم على نحو أفضل مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة أولا وقضيته الوطنية، وفي المقام الثاني مصالح مصلحة المقاومة اللي نجحت في الحقيقة في كسر كل يعني أطواق العزلة حول القضية الفلسطينية، وألقت يعني قنبلة وليس حجرا، استحدثت زلزالا كبيرا في هذا الاثنين، تتطاير شراراته الآن إلى مجمل الدول الإقليمية وإلى الساحة الدولية كذلك. اسمحوا لي أتوقف عند هذه النقطة وبعتذر على الإطالة، لكن الموضوع يعني شديد التعقيد والتشعب، وهذا عذري في ذلك، وشكرا لاستماعكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك أستاذ فريد، احنا دائما نتمنى المزيد من عندك، وأبدا ما كانت إطالة. الآن طبعا الفترة القادمة راح نبدأ بالمداخلات والأسئلة للحوار، فأرجو تقيد إذا سمحتم جميعا، اللي بحب يطرح أي أسئلة ما تزيد عن 3 دقائق إلى 5 دقائق ماكسيموم. وبطلب من الدكتور ناصر اللي يساعدني بحراسة الوقت في هذا الموضوع، ونبدأ الآن بالحوار بالتسجيل بالإيد الإلكترونية. الآن شايف يعني 2 موجودين، بس اسمح لي قبل ما أعطي المشاركين الكلمة أنه أوجه من جهتي سؤال بخصوص الكيان الصهيوني ومدى تحمل، يعني إحنا بنعرف أنه بالحروب الأخيرة كانت يمكن أطولها كانت يمكن شهر، 2006 كان لمدة شهر، وبتدور بعدين على وسطاء من أجل إيقاف الحرب. فشو اللي تغير يعني في هذا الموضوع، أنه لا زال القصف مستمر، على إيش براهن رغم أنه في هناك خسائر مالية كبيرة، يعني يقال أنه 3 مليارات يوميا في خسارة عسكرية واقتصادية للكيان الإسرائيلي، وكذلك الشيك اللي عم ينهار، البورصة عم تنهار، وخروج مستثمرين من إسرائيل، ويعني في يعني شغلات كثيرة. نتنياهو نفس الوقت شعبيته عم تقل، وصلت إلى 26%، غير هيك إنه 52% بطالب برحيله بشكل علني، في هجرة معاكسة تأكيد، في 300,000 إسرائيلي يبحثون عن منازل في شراء منازل في أوروبا، وفي هجرة داخلية أكثر من 200,000 إلى آخره. ما رح يعني أعرض كل شيء. شو اللي بيخلي إسرائيل رغم ذلك، هل هو الدعم الدولي؟ يعني ممكن نسمع تعليق من عندك بعدين. فاسمحوا لي الآن نبدأ بالأخ علي الطويل، ثم نعطي الكلمة للأخ نظمي، وبعدها الأخ صالح. تفضل الأخ علي، لك الكلمة. مساء الخير للجميع. شكرا أستاذ قريب. طبعا هاي مش ليس بجديد علينا، يعني أنا متابعيك على بعض الشاشات والقنوات، ودائما تحليل
استراتيجي ورؤية شاملة للموضوع، ولكن طبعا استفدنا، ولكن بما أن اللقاء مع بعض النخب التي تعيش في الغرب الذي نتهمه بالتحيز والاستعمار، نتهمه وليس اتهام يعني افتراء واتهام حقيقي وواقعي، وخاصة في ألمانيا، بما أنه هاي النخب اللي البعض أعرفهم من الأخوان والأخوات، البعض ما بعرفهم، موجودة في الغرب، هذا المتآمر الاستعماري المتسلط اللا إنساني بكل ما نشاهده منذ أكثر من 36 يوم أظن صاروا إلى الآن. أنا حبيت أن أستفيد من هذه الفرصة وأقترح أنه طبعا حابب أسمع رأيكم أستاذ غريب أنا بهذا الموضوع، إلى جانب رأي بعض الأخوان والأخوات، أنه ما هو دورنا كنخب مغتربة في هذا الغرب وفي هذه الأوروبا، وأضيف على ذلك وفي هذه الألمانيا، لأنه فعلا الدور الألماني الحالي سقط القناعي، وخاصة ألمانيا، وأنا عم بحكي مش بس يعني على التحليل، عم بحكي عن تجربة شخصية، بما أنه عندي بعض المهام الغير مدفوعة الأجر، يعني من اتحاد إلى جمعيات وكذا، وما واجهني منذ 27 الأول إلى الآن بنقاشاتي وبالذي حصل معنا من عملية يعني فعلا استعداد، مش بس للمسلم، لكل رأي مخالف لهذا الرأي الغربي. فلذلك حبيت استفيد من هاي الفرصة لنسأل سويا، ما هو دورنا؟ كيف نقدر أن نؤثر كل في مكانه وفي وظيفته وفي مسؤولياته، إن كان بالعلاقات الشخصية أو من خلال بعض الجالي، أو خلينا نقول كل جالي منهم صار جاليات. يعني أنت أستاذ عريب حكيت عن لا تصور عربي، إنه كله عنده تصور وسيناريو إلا العرب، والسلطة ليس لديها تصور. نحن للأسف ينقصنا في بلاد الغرب، وأنا ما بس عم بحكي عن ألمانيا، ولكن بالخاص ألمانيا، ينقصنا تصور مشترك للعرب إنه كيف نكون مؤثرين، ونحن مش واحد واثنين، نحن بعشرات ومئات الآلاف في الغرب. فلذلك تحدثت حضرتك كمان عن إعطافي فرنسي، معلش حاضر نلتزم بالوقت. حاضر، أنا معلش اسمح لي، مش معارضة لمجرد المعارضة، أنا لا أرى هذه الاستدارة ولا هذه الانعطاف عند الفرنسي لأسباب داخلية صرف، هو أصلا قاعد يعتذر ثاني يوم ويشرح. فلذلك السؤال، ما هو دورنا بهذه الهجمة التي تطال ليس فقط أفراد، يعني نحن كأفراد تطالنا كأفراد، في عنا أولادنا وأولاد أولادنا، يعني اللي هيدول أكيد ما حيرجعوا على البلاد، كلهم حيعيشوا هون، فكيف نحميهم من هذه الهجمة؟ لأنه الاستعداء اللي عم نواجهه هو نفس الاستعداء الذي بورث من 33 إلى 48، يعني سنة 33 إلى 48 خلال الحرب، ما قبل الحرب العالمية وخلالها، لليهودي الأوروبي، وهون نشدد على اليهودي الأوروبي الذي هو غير سامي وغير فلسطيني. المستشار الألماني، بس آخر جملة أساسيات، حكى شيء مثل كلمة، خلينا نقول من حوالي 5 6 أيام، بين السطور وبالواضح، استعداء واضح للمسلم، يعني أنت عندك عائلة 4 أولاد تستعدي ولد منهم، يعني استعداء للمسلم الذي يعيش في ألمانيا. فكيف نواجه هذا الأمر؟ أنا حبيت أطرح هذا السؤال واستفيد من هذا اللقاء، طبعا بغض النظر عن هذا التحليل الاستراتيجي الجميل جدا كما العادي. شكرا. الأستاذ نظمي تفضل، نأخذ بعد إذنك أستاذ عريب ثلاث مداخلات، وبعدين إذا بتحب تعلم. شكرا جزيلا، يعني أعتقد يعني نشكرك يا أستاذ عريب، يعني مبدع بالعادة يعني صراحة. وسؤال زميلنا السابق، يعني هل كيف تفعيل دور الجاليات
والمواطنين يعني لتفعيلهم في دورهم إذا بنفس القضية. ولكن السؤال اللي أنا بطرح يعني السؤال اللي بطرح نفسه مع اللي هاي اللي ذكرتها التداعيات مروحة التداعيات، يعني كأن إذا بدنا نطلب كمان مسار سياسي كمان بدنا نأكد لدور إسرائيل، يعني نقوي إسرائيل. يعني هل ممكن إنه هذه اللي جرى إنه دور إسرائيل أو هذا الكيان الصهيوني إنه كما حط دول الاستعمار كيان استعماري وليس كيان إحلالي يعني لتفتيت المنطقة، هل ما زال له هذا الدور؟ يعني يعني الشارع الغربي ككل، يعني احنا عايشين بالغرب يعني شرق، هم اللي بيطالبوا من النهر للبحر وبقول لك خلص تخلص اسرائيل بطلت تنفعنا. هذه يعني بعض الفعاليات اللي انا حسيت انا احنا باسبانيا، يعني ممكن اسبانيا متطوره اكثر كثير من المانيا ومن غيرها. يعني هل ممكن انه هذا الكيان الاسرائيلي انتهى دوره للمنطقة الاستعماري أو أنهى دوره أو لا؟ هذا هي لن نطرح أكثر، نسمع الأسئلة الأخرى. شكرا لك الأخ صالح. أخ صالح الميكروفون لو سمحت كمان يا الآن. مساء الخير مرة أخرى للجميع. أولا بدي أشكرنا الملتقى العربي للحوار على هذه الندوة القيمة، أشكر بالإضافة للسيد عريب الرنتاوي على هذا التقديم القيم والدقيق والوصف الدقيق والموقف الوطني المتأصل اللي لمسناه في هذا الحديث اللي اتفضلت به. في الحقيقة يعني بدي أركز على جزئيتين. الجزئية الأولى وقتها بسؤال طبعا للأستاذ عريب. الجزئية الأولى أنا بشوف تقديري انه نقطة الارتكاز في كل هذه الحرب الدائرة هي الموقف الفلسطيني. اذا استطعنا كفلسطينيين، وانا اتفق طبعا مع الرؤية اللي تفضل بها الاستاذ عريب حول انه من الضرورة الان انه يبادر الرئيس ابو مازن الى تشكيل قيادة وطنية او ادارة او قيادة وطنية تدير هاي المعركة، تديرها في المعنيين في البعدين، في البعدين العسكري والبعد السياسي، بحاجة لأنه يكون في هناك لهذه المقاومة الباسمة ولهذا الصمود الأسطوري في غزة وفي الضفة الغربية أيضا، بحاجة لأن يكون في غطاء سياسي يحمي هذه المقاومة حتى الوصول للنتائج اللي احنا نرجوها. أنا أعتقد أنه ما زالت لحد الآن عقلية الانقسام هي المتحكمة بالنظر لما يجري، وبالمناسبة حتى للإنصاف يعني هذه العقلية موجودة مش بس عند قيادة السلطة، أيضا موجودة عند الإخوة في حماس. ولهذا السبب أعتقد أنه من المفيد جدا ومن المجدي أيضا، لأنه كلاهما بحاجة إلى بعضهما البعض، لن يتحدث أحد مع حركة حماس بمفردها. السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير هي التي تملك الشرعية الكيانية والقانونية للشعب الفلسطيني التمثيل من الناحية التمثيلية. حماس بحاجة لمنظمة التحرير لأن يكون فيها دور سياسي في المستقبل، والسلطة بحاجة أيضا لحركة حماس لحتى يكون فيها لها دور في قيادة غزة لاحقا أو قيادة الأراضي الفلسطينية المحتلة برمتها. إذا إحنا يجب أنه ننطلق من هذه القاعدة ونحط مصلحة الشعب الفلسطيني عليهم، طبعا يتعين على الطرفين يحطوا مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبارات حزبية أو فئوية ضيقة. هذا من جانب. الجانب الآخر يا إخوان يعني بما يتعلق بالدور اللي موجود في أوروبا، أنا أعتقد أنه الحركة في الميدان جدا مهمة، وأعرف أنه في صعوبات في ألمانيا لكن مش كل الدول هذه الصعوبات موجودة. الحركة في الميدان تحقق نتائج. أنا أعطيكم مثلا عن النرويج، في بداية الحرب كان موقف النرويج سيء للغاية، كان يركز على إدانة حماس قتلى مدنيين وأطفال وداخل الرواية هذه الكاذبة. تحول الآن موقف على لسان رئيس الوزراء يطالب وقف إطلاق نار، وهذا جاء تحت ضغط الشعب. اليوم كنا في وقف أمام البرلمان كانوا بدهم يناقشوا مجموعة قرارات لها علاقة بالقضية الفلسطينية وأهمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
لم ينجح البرلمان باتخاذ قرار نتيجة الضغط اللي كان أمام البرلمان. أجلت الجلسة إلى يوم الخميس القادم. طبعا كانت جلسة صاخبة بين مؤيد ومعارض وإلى آخره. إذا نحن الآن يجب أن نتركز هدفنا الرئيسي على وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية. هذا مهم جدا في هذه اللحظة، لأنه أي وقف إطلاق النار بهذه اللحظات إحنا سنخرج منتصرين من هذه المعركة. السؤال الأخير بدي أتوجه للأستاذ عرايف، يعني جرى حديث عن إنه الخط الهندي بده يمر عبر السعوديه الاردن ثم بده ينطلق نحو الاراضي الفلسطينيه بما يتعلق بالغاز والنفط والاخري كوبري سواحل غزه. ما هي المعلومات حول هذا المشروع يعني، وما دور اسرائيل في الحرب على غزه بالنظر لهذا المشروع؟ يعني في حديث انه يعني اسرائيل قامت بهذه الحرب من اجل انه تنفذ هذا المشروع وتسيطر على بحر غزه وعلى الغاز الموجود امام سواحلنا. شكرا. شكرا أستاذ صالح. الآن كلمة لأستاذ عريب، إذا بحب الآن يضيف أي شيء تفضل أستاذ عريب. أظني في يد واحدة فقط مرفوعة، إذا فقط شكرا أستاذ عريب. شكرا أستاذ عريب. أنا جمال الصلاح. في الحقيقة يعني هذه عادة الأستاذ وعلي بالمعلومات الدسمة، شكرا كثير. بديش أطول بالشكر. عندي سؤالين. السؤال الأول اللي هو في تعبير اسمه نركب الموجة أو نستفيد من الوضع الحالي. العرب زي ما تفضلتوا كانوا سائرين وخانعين في نوع من الخنوع أو الاستسلام أو إلى آخره. فكيف الآن، شو النصيحة أو الأدوات أو كيف يركبوا الموجة ويستفيدوا منها لصالح العرب بالقضية الفلسطينية ولصالح نفسهم؟ يا أخي بلاش قضية فلسطينية، لصالح يرفعوا رأسهم. الدول العربية عندها مقومات رهيبة، عندها تعداد سكاني رهيب، عندها موقع سياسي رهيب، عندها موارد رهيبة، وعندها صوت شعبي. فهاي كيف تستغل هاي الموارد بحيث أنه نركب الموجة ونقلب الطابق على أصحابه؟ والسؤال الثاني، هلا لو لم تقم حماس بهذه الحرب، هل كانت اسرائيل ستقوم بحرب على غزه بسبب موضوع النفط وبسبب موضوع الخط البحري الجديد؟ وشكرا. نعم، شكرا. بالاختصار استاذ جمال، تفضل استاذ عري. الان في عندنا كمان عمر يوسف، بس اذا بتحب نأجل او نعطيه الكلمه بعدين. إذا لوحده خليه يتحدث، إذا في آخرين ناخذ. يعني إذا الأستاذ هوري بده ينهي. إذا في آخرين بستنى مع الفوج الثاني طبعاً. خلاص أوكي، بنبدأ الآن مع الأستاذ هوري. بدي أبدأ بسؤالك أستاذ زياد، يعني هذه ليست كسابقاتها من الحروب. إسرائيل كانت دوماً، استراتيجية إسرائيل العسكرية بتقوم على الحروب الخاطفة. ما عاد في حروب خاطفة، آخر حرب خاطفة خاضتها إسرائيل 67، آخر نصر مؤزر لا نقاش فيه لا لبس فيه حققت إسرائيل في 67. بعدها جينا على الكرامة والاستنزاف وحرب أكتوبر وحروب لبنان وصمود بيروت وغزة وتحرير جنوب لبنان وحرب تموز. ما في أي حرب خاطفة وما في انتصار، كلها انتصارات ملتبسة وأحيانا هزائم، يعني حتى نكون بصريح. هذه المرة لا، يعني هذه المرة بالنسبة لإسرائيل حرب وجود. يعني فكرة إسرائيل، فكرة المشروع، غاياته، مبررات وجوده، مبررات دعمه المطلق من قبل الغرب على المحك، على المحك. وإسرائيل بهذا المعنى صح بتفضل ما تخوض حروب طويلة ولا تقدم خسائر كبيرة، لكن الشيء بالشيء يذكر. لما أبو عمار رجع من كامب ديفيد 2000 متيقن أنه ما في حل مع الإسرائيليين وفكر باستئناف المقاومة في الغربية وغزة ودفع حياته ثمنا لهذا القرار بهذا المعنى، ينقل عنه أنه سأل بيرز، شمعون بيرز ذات مرة، أنه تحملوا في الضفة الغربية 500 قتيل إسرائيلي. أبو عمار يبدو كان هيك تقدير أنه إذا استطعنا أن نلحق بهم خسائر يعني تصل إلى هذا السقف، راح يضطروا يغادروا.
الاسرائيليين هذه يهودا والسامره، يمكن في غزه ما يتحملوش 500، يمكن في جنوب لبنان ما يتحملوش 500، بس بالضبط يتحملوا 5000. يعني حتى نشوف ان العقليه الاسرائيليه ما بتشتغل على بعد واحد بس، انه بدنا حرب خاطفه قليله الخسائر مش عارف ايش الى اخره. انا ما كثير من الاسباب اللي اوردتها يعني، وهي صحيحه يعني، عوامل كلها ترتبت على هذه الحرب. شعبيه نتنياهو في الحضيض هذا سبب اضافي لاطاله امد الحرب وليس التقصير في هذه الحرب. ونتنياهو متهم الان بالمراوغه في قضيه الاسرى والتهدئه ووقف اطلاق النار لاطاله امد الحرب، لانه مستقبله رهن بنتائج هذه الحرب. انا شخصيا لا اخذ الخسائر الاقتصاديه لاسرائيل، مهما خسرت اسرائيل، اسرائيل قررت دفعه واحده الولايات المتحده 14 مليار دولار لاسرائيل، ناهيك عن التبرعات والهبات اللي بتاتي من الجماعات الضغط واللوبيات والى اخره. انا في الحقيقه بالنسبه لي حتى الخسائر العسكريه بمعنى بالالات وبالمعدات انا لا اتوقف امامها، انا بتوقف امام الخسائر البشريه. اذا الحقت خسائر بشريه فادحه ومؤلمه بالاسرائيليين ممكن هذا يقصر أبد الحرب، لكن هذا ليس العامل الوحيد. حكينا عن جملة عوامل، موقف فلسطيني عربي، طوفان شعبي في أوروبا، شريان المساعدات إلى آخره، لكن أنا في الحقيقة لست متفاجئا من أن إسرائيل هذه المرة بسبب خصوصية الساعقة اللي ضربتهم في 7 أكتوبر إلى حرب. ممكن كمان يعني يفتحوا جبهة ثانية يعني، وفي تيار في إسرائيل بالمناسبة يريد العمل على جبهتين، جالانت إيزنكوت مثلهم يفتحوا جبهة الشمال، يعني هذا قولا واحدا يعني، ولك أن تتخيل، لأنه بيعتبروا هذه معركة وجود، ودعونا ننتهي من كل التهديدات طالما الغرب مستنفر لحمايتنا إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى. فأنا بعتقد هذا هو التفسير فقط يعني في هذا المجال. هل هذا فعلا جبتي أستاذ عريض؟ يعني هل هذا جبتي أنه فتح حرب؟ رغم هاي العوامل اللي ذكرتها بالبدايه؟ نعم، من زاوية بعد التيار الصهيوني المتشدد الدين القومي، نعم جد جدا، واقول لك ربما ابعد من ذلك. وهذا طول عمرها سياسه نتنياهو، طول عمره هذا حلم نتنياهو، كيف يجر الاداره الامريكيه لضرب ايران؟ يعني هذا قولا واحدا. الآن ربما في أولويات، بمعنى خلينا نصاص من الجنوب بعدين بنروح على الشمال بعدين بنشوف شو ممكن نعمل. حزب الله بعرف أنه كنت يا موضوع الثورة الأبيض حاكين هذا الكلام يعني بأشياء مختلفة للإخوان في لبنان يعني على هذا الصعيد. في سؤال تكرر يعني وله علاقة بدور الجاليات، يعني دور الجاليات دور عظيم ولا يجوز الاستهانة به أو التقليل من أثره ومن شأنه. طبعا يتفاوت من منطقة لأخرى، من مدينة لمدينة، من جالية إلى جالية. وأنا أتيح لي زمان من هيك أتعرف على الجاليات في أقنية، جيت وعملت في دورتموند، كنت ضيف على يوم الأرض مع الإخوان هناك، وألهمني أنه في جاليات من جالية واحدة، كنت تنظيم عام الجالية يعني فهموني يعني وكنت جاي مفهوم الجالية أنه أبناء هذا الشعب اللي في هاي المنطقة كلهم بصرف النظر عن انتماءاتهم هم الجاليين بلد، بس في جاليه للجبهه الديمقراطيه وجاليه للجبهه الشعبيه وجاليه لفتح وجاليه لحماس وجاليه يعني بدناش نحكي عن وحده الساحات، عن وحده الجاليات. وهذا امر في الحقيقه مؤسف، وهذا جزء يعني من تراثنا الثقافي والسلوكي ولا اخره، وكنا زعماء وكنا يعني تبقى الجاليات بتقطع على 95% من القضايا، يمكن يعني 5% تكون سبب كافي للانقسام، طلعوش على 95% المشتركات. يعني بتصير قضية القضايا 5% هذول يا أخي خلينا عجلة وخلينا نشتغل بهذول، لكن هذا دور عظيم ودور يجب أن يتواصل وله أشكال متعددة. أهمها في ظني أنا الضغط على مؤسسات صنع القرار، على النواب إلى آخره، نشتغل بأدوات اللوبي الإسرائيلي، بأدوات خصومنا وأعدائنا، نشتغل بأدواتهم. صحفي ابن كلب بيطلع على التلفزيون يشتري الشعب الفلسطيني، نبعث له 1000 ايميل، نبعث له 10,000 واتساب، نغرقه في هاي القصص. هل فينا نعمل هيك؟ ولا فينا سياسي لعين والدين، نائب عن منطقة فيها تجمع فلسطيني عربي مسلم أصدقاء للشعب الفلسطيني، يجب أن يكون أولا يكون عندنا داتا بيس. والله أنا ذكرت أنه في معظم الجاليات ما في داتا بيس عن الجالي، مين الجالي؟ وين أمي؟ فيش كوميونيكيشن، فيش
رغم ان احنا في عصر الاتصالات وفي عصر الواتساب وادواته وتفريعاته بهذا المعنى يعني شيء. انا في الحقيقه يعني انا اناشد الجاليات انها ترفع اولا عن خلاف، قبل ما تناشدنا انه ترفع عن الخلافات الداخليه في فلسطين ونحط عوامل الانقسام ورا ظهرنا، هي تترفع عن الخلافات يعني بشكل او باخر وتشتغل في الممكن. وانا بعتقد الاهداف العريضه لا خلاف بشانها، لا خلاف بشانها عندما يتصل الامر بالاهداف العريضه. ونصيحه ثانيه، قدموا الجيل الجديد اللي الجيل الثاني والثالث اللي نشا في هذه الدول. انا هذا الجيل شفته في سيف القدس، شفته في الولايات المتحده، كنا نرافق المظاهره انا واصدقائي من جيلي اللي لبنان كانوا بسوريا وعاصروا التجربه ومش عارف ايه، والله نراقب الابناء والاحفاد بهذا الاداء المدهش الرائع، بهذا الاتقان الفظيع للغه، بهذا الفهم العميق للمنتاليتي للعقليه يعني. فكنت اقول لهم لاصدقائي يعني انت لو انك محل ابنك تعرف تحكي زي اللي بحكي هذا؟ تعرف تاثر زي ما بياثر هو على قطاع واسع من الجمهور المتعدد والمتنوع؟ احنا بدناش نضمن محلنا، بدناش نقول فلسطينيين او مسلمين او عرب، احنا بدنا نجيب معانا الالمان والانجليز والاسبان والفرنسيين والى اخره. فهذا بده حدا يعني نشا من بين ظهرانيهم وعارف ثقافتهم وعارف لغتهم وعارف شو الخطوط الحمراء والخضراء والزرقاء والبيضاء. يعني انا بترجاكم انكم تقدموا جيل، يعني جيل الشباب يعني من الجيل الثاني للجوء والثالث والى اخره بهذا الموضوع، تكون خلفه ومعاه وبالنصح وبالحث وبالتوجيه والى اخره. صدروهم لانه هذول هم الرهام، هذول هم الامل وهذول هم المستقبل. واثبتوا انه النظره السائده انه يعني الجيل مش مهتم وجيل الاستهلاك وكذا، لا يا سيدي، اثبتوا قدره هائله على الفعل والنشاط والقدره على التنظيم والى اخره. انا شفت طلاب وطالبات في الولايات المتحده بالمدرسه لسه دخلوش الجامعه، بيستأجروا باصات وبيستأجروا حافلات وبيجمعوا ناس وبينزلوا على واشنطن دي سي بالظاهر وبالبيت الابيض وبربع ويافطات يعني شيء. انا صراحه ردي للروح، خلينا نشتغل على هذا الموضوع، نشتغل عليه بكثافه. يعني الجانب الاخر من المعادله انه كيف ممكن نساعد هالمنكوبين في غزه يعني، وهنا بدها شويه سخاء من الجاليات يعني في تقديم العون الإغاثي للعائلات والأسر المنكوبة. يا أخي نجمع دواء، نجمع ملابس، غزة بحاجة لكل شيء. شو بخطر ببالك؟ فهو مفيد وينقص أهل غزة. يعني حتى ما نقعد نعدد شو اللي بدنا إياه، كل إشي بدنا إياه لغزة، لأنه غزة بحاجة لكل شيء. أنا في رأيي هذا ممكن، وممكن عمل تحت مظلات دولية محترمة أو إقليمية محترمة، بحيث ما ندخل في شبهة الإرهاب وتمويل الإرهاب ومش عارف إيه. الوضع حساس، الحديدة حامية في الغرب مش بسيطة يعني، وفي مكارثية جديدة، لكن هاي المرة لها علاقة باللون وبالعرق وبالقومية، ما لهاش علاقة باليسار وبالفكر التقدمي أو لآخره. كما نشأت المكارثية في الولايات المتحدة، في مكارثية ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين وأنصار الشعب الفلسطيني. هل ممكن الخيرية والاجتماعية إلى آخره نخاطب المنظمات الحقوقية؟ هذه الائتلافات اللي بتصير من المحامين اللي بتطوعوا الآن لتقديم إسرائيل لجرائم الحرب، نفكر بقوانين بلدانكم، وين الثغرات اللي ممكن نتسلل من خلالها لمطاردة القتلة والمجرمين من سياسيين وعسكريين؟ هاي مش اي واحد بيقدر يكون فيها، هاي بدها من هالمحامين الحقوقيين من ابناء الجاليه واصدقائها اللي ممكن يدرسوا بعمق وبدرايه ويحاولوا يجمعوا المعطيات والى اخره. نرفع قضايا عليهم، مش كله في لهاي، لا، ممكن نرفع عليهم قضايا في دولكم وفقا لقوانينكم، وكثير من الدول قوانينها تسمح بمثل هذا الامر. في مسارات عديده في هذا الموضوع، لكن داتا بيس مهمة، كوميونيكيشن مهمة. يعني لما بدك تبعث رسالة
يعني بس بعد بدك تضمن اذا في المانيا في 100,000 فلسطيني تصل على الاقل 80,000، بلكي بتحرك 20,000، بلكي بتحرك بشكل اكثر فاعليه 10,000، ميات بتصير. في واحد ممكن يبعث مسج بس صعب يجي على مظاهره. يا سيدي كويس، هذا بيبقى هذا بيبعث مسج وهذا بيجي على مظاهره، هذا بلم تبرعات، هذا بيقدم قرشين، هذا بيقدم شغله، هذا بيقدم حمله. هناك أجندة طويلة عريضة لا حدود لها. معلش أنا آسف جدا على المقاطعة. أستاذ علي خلينا نسمح للآخرين بالبداية. لا لو سمحت. خلاص أوكي ما مشكلة. أطلع. لأنه في شيء غايب عن ذهن معلش إلك دور أنا راح أسبق. ألمانيا وضعها كارثي هذا بالنسبة لنا إحنا، يعني وإحنا شايفين الوضع حول. يعني أنا كان عندي محاضرة في الجامعة الألمانية الأردنية عن غزة وفجأة ألغيت. هذيك اليوم حفل تخريج الطلاب تام شد من الكرك هتف لغزة وندد بالموقف. نعم شوف صارت قصة كبيرة عليها في الجامعة. يعني شايفين ألمانيا أنتجت النازيين وألحقت كارثة باليهود، واليوم ألمانيا بتتبنى النازية اليهودية لتلحق كارثة بالفلسطينيين، والمسافة بين الأمرين أقل من قرن. أنا بعتقد على ألمانيا أن تراجع جوهر بنيانها الثقافي والمدني والسياسي، لأن هذه المواقف لا تصدر إلا عن بنية ما إلها علاقة لا بالمدنية ولا بالديمقراطية ولا بالحداثة ولا ما بعد الحداثة ولا بالتحضر ولا بما يعزنون. هذه بتعيدنا إلى ثلاثينيات القرن الفائت في ألمانيا، بس المرة هاي بعدو مختلف وبأدوات مختلفة بهذا المعنى. لذلك أنا في ظني موضوع ألمانيا موضوع صعب ومعقد. بالمناسبة يعني مش المستشار، ما المستشار نفسه شو حتى لما له خطاب أدهشني، يعني بيحكي عن ألمانيا يعني كنادي يهودي مسيحي. طب وماذا عن ملايين المسلمين اللي بنوا ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؟ هذول مش مطرح، وصار الجيل الثالث منهم الآن أو الرابع أطل برأسه في ألمانيا. يعني لكن هذا في الحقيقة أمر بحاجة، ربما بس تهدأ العاصفة شوي يصير في مجال لنقاش أكثر يعني تحررا من حالة الاستقطاب القائمة حاليا. فرنسا أستاذ علي، يعني أنا بهمني تتغير مواقف الدول، ما بهمنيش ليش تغيرت مواقف الدول. أنا بعرف إن الفرنسيين غيروا موقفهم يعني بسبب الضغط اللي عم بصير في الشوارع إلى آخره، وحتى اليوم اللي عم بصير في بريطانيا والتغييرات الوزارية وإقالة وزيرة الداخلية وكل هذا الكلام. أنا بعتقد هذا له علاقة بحملة الضغط، مش حبا بالفلسطينيين. أنا بهمني الموقف يتغير. هذا في أسباب داخلية انتخابية، أسباب العلاقة بالصراع بين الأحزاب إلى آخره. أنا هذا يعني مهم نفهمه، لكن أنا بهمني في النتيجة الحصيلة النهائية، هل أنتم مع وقف إطلاق النار ولا ضد وقف إطلاق النار؟ يعني لما بيطلع ماكرون يقول وقف إطلاق النار هذا كويس، بالنسبة لي كويس. أنا شايفي رغم أن أنا يعني لا أطيق هذا الرجل، يعني قبل طوفان الأقصى، يعني مواقفه في أفريقيا أو في يعني مش هذا الموضوع. لكن هو مع أنا امبارح كنت على البي بي سي معلقا على ديفيد سترفيلد موفد الولايات المتحدة للشؤون الإنسانية. يا رجل يعني أقسم بالله لما تطلع على لغة الجسد هو يحكي دفاعا عن إسرائيل، لا يخيل إليك أنه ممكن يطلق النار على أي طفل فلسطيني. هو نفسه هذا أبو الإنسانية، ممكن يطلق النار على أي طفل فلسطيني. جايب كيف؟ لا لي وقت إطلاق النار ما في شيء منه، كذب، في كهرباء، في طاقة في غزة، في مش عارف. العمى انت جاي موفد للشؤون الإنسانية ولا ناطق باسم مجلس الحرب الإسرائيلي انت؟ يعني جاي يعني لما بتشوف هذا بتشوف واحد بقول لك احنا مع وقف اطلاق النار وضد قتل النساء والأطفال زي ما حكم، بتقول له هذا موقف كويس حتى لو كانت بدوافع انتهازية، ما عندي مشكلة بهذا الموضوع، بقبله يعني بشكل أو بآخر. أستاذ نظمي، يعني إسرائيل لن تزول بضربة واحدة، وحماس في ذروة يعني نشوتها بطوفان الأقصى لم تقل أن هذه الحرب هدفها تحرير فلسطين. أنا تعرف أن هذه الحرب أقل من أن تصل إلى مستوى تحرير فلسطين، ولخصت أهداف الحرب بكلمتين من القاموس الإسلامي، يعني المسرة للأقصى والأسرة. يعني هذا الهدف
أساسي وحاسم يعني شيء. لذلك يعني ربما يعني من المبكر الآن الحديث عن خطط واستراتيجيات لها علاقة بنهاية المطاف مع هذا الكيان. لكن أنت قطعت شوط وإذا استثمرت في مشاريع تساعد الشعب الفلسطيني على الصمود في أرضه والبقاء في وطنه ومقارعة هذا الاحتلال لأمد طويل، أنا بعتقد بكون هذا إنجاز كبير. هناك بعض النظريات اللي بتفترض أنه إسرائيل لم تعد مهمة للغرب، وأن كل هذا الاستثمار طلع يعني استثمار بلا طعم بلا مردود يعني. وهذا إذا يعني إحنا لما نفكر فيها من زاوية منطقية، يعني مصالح أمريكا في المنطقة مع العرب أكثر بكثير من مصالحها مع إسرائيل. كلفة العلاقة الأمريكية مع الدول العربية أقل بكثير من كلفة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. هم بياخذوا من العرب هم مش بينهم بيعطوا لإسرائيل بياخذوش منها يعني. لكن يعني المسألة أعقد من هيك. المسألة لها علاقة أولا يعني بنظرة استراتيجية، إنه في منطقة حيوية وأساسية لابد من وجود كيان قوي ضعيف الآن بسبب إنه هش التفكير هلا كيف نقوي مش كيف نخلص منه. أنا بتصور هيك بفكر بعض الدوائر الغربية. النقطة الثانية والمهمة، في وشائج يعني دينية أيديولوجية عميقة عند جماعات الضغط، عند جماعات اللي بتوصل المسؤولين. احنا بنعرف عملية الانتخابات ما عادت قصة صناديق الذراع، في صناعة، في صناعة للنقلة، صناعة تشرف عليها مؤسسات المال والإعلام وغير ذلك والمتبرعين في الحملات. شيرتون أدلسون هو اللي كان وراء قرار نقل السفارة الأمريكية.
بدهم يعملوا طريق الحرير، طريق البهارات يعني، ممكن يختصروا يعني البهارات الهندية يعني، وبالتالي يعني ممكن يكون هذا في خلفية المشهد. وفي خلفية المشهد أيضا قناة بن غوريون اللي هي مشروع قديم جديد متجدد وإلى آخره، والآن في ضغط باتجاه أنه نفتح قناة، يعني إسرائيل تفتح قناة من خليج العقبة للبحر للشاطئ الشرقي من المتوسط، يعني منافسة، مش أقول بديلة لقناة السويس، لكنها منافسة ومنافسة بقوة لقناة السويس، وستضعف إيرادات مصر من قناة السويس. تقديرات أنه يعني 60% من إيرادات قناة السويس راح تروح لقناة بن غوريون إذا ما تمت هذه القناة بشكل أو بآخر. هلا يعني إسرائيل فيها تعمل الطريق وتعمل القناة خارج غزة، هناك تقديرات تقول لا من غزة أسهل وأرخص، والتربة والبيئة والطبوغرافي وكل هذا الكلام، أنا لا أعرف يعني هذه التفاصيل العلمية، بس هذا في المقبل. والأهم أنه ما يكون على ضبطي الطريق والقناة تهديد أمني، هذا أمر غير مسؤول. وغزة تهديد أمني، حتى لو أخذوها على سدود مش على غزة، ما هي سدود تحت مرمى الصواريخ كل يوم، كل يوم صبح ومساء تنضرب سدود. ففي سؤال انطرح هنا يعني، اللي هو لو لم تقم حماس بهذه الحرب أستاذ جمال، هل كانت إسرائيل ستقوم بها؟ أنا في رأيي على اللونج ران، بس ليس بالضرورة الآن أو بعد كم شهر أو بعد سنة حتى كمان أو سنتين، ما بعرف. الحماس بتقول إنه إحنا حربنا استباقية وعندنا معلومات إنه إسرائيل كانت بوارد حرب علينا لاستئصالنا. أنا شخصياً لم أرى شواهد على ذلك، مش معني أفند رواية حماس، مش شغلتي هاي الآن في هذه المعمعة يعني، جاي يقولوا هذا الكلام ممكن يكون مفيد إعلامياً، لكن أنا لم أرى إنه إسرائيل بوارد يعني كانت بوارد حرب قريبة على غزة. ما كان في هذه الاستعدادات، ما كان في هذه التحضيرات، كان في استرخاء، وكان في إحساس إنه حماس يعني استمرأت السلطة في غزة، وبالتالي ليست بوارد استئناف المقاومة كما كان. وهذا كان من طرف حماس جزء من لعبة الخداع الاستراتيجي. أنا شخصيا نددت بحماس مرتين عندما تركت الجهاد الإسلامي يخوض معاركه في غزة وحيدا، ما لم تشارك، كتبت ما انتقدت وما خليت لهم يعني شيء. وحتى ذيك اليوم أحد في ندوة هون في عمان، أحدهم بعير فيي بقول لي ما أنت كنت تكتب هيك، وقلت هيك يعني، قلت له إيه بس عذري يا أخي، يعني إنه CIA ما كانت تعرف، والموساد ما كان يعرف، والشباك ما كان يعرف، والشين بيك ما كان بعرف، والمخابرات المصرية ما كانت تعرف، وغريب الرنتو ما كان بعرف، يعني شو المشكلة يعني العالم كله يعني شو المشكلة يعني. يقول يا سيدي ده بده من اعتذار، بعتذر منك ومن حماس، انا كان هيك تقديري هيك. فهذا وارد، لكن انا مش متيقن منه، لكن مؤكد على اللونج ران، هذا لا نقاش فيه. اسرائيل بتنامش وفي كل هاي الصواريخ حدها، وفي كل هاي القوه العسكريه حدها، وهذا بنطرق على الشمال مش بس على الجنوب وعلى حزب الله ايضا. ليش العرب ما ركبوش الموجه واستغلوا الفرصه؟ قلت لك انه بعض العرب اعتبروها تهديد وليست فرصه. انا رايي في دولتين خسروا بشيء كثير كان ناقصهم في هاي الازمه، دولتين الاكبر في العالم العربي. مصر خسرت فيها، لان مصر الان يعني مش قادر تدخل سياره اسعاف على غزه بثقلها ووزنها في العالم العربي والقيادي والتاريخي والاخري، هذا بالحقيقه يعني قد تكون عليه تداعيات كبيرة وخطيرة على الداخل المصري وعلى العلاقة بين النظام السياسي وبين جماهيره. أنا رأيها كانت تجربة أداء فاشلة بكل ما، وضعيفة، ولا تليق بمصر، ولا بإرثها ولا بتاريخها ولا بدورها ولا بمكانتها. الدولة الثانية اللي خسرت خسارة فادحة السعودية. السعودية لها سمتين على الأقل بعد ما خلص من اليمن ومن ديون الخاشقجي والحصار على قطر والى اخره، بقدم حالهم كزعامة للعالمين العربي والاسلامي. هذا خطابهم كله قائم على الرياده والقياده السعوديتين للعالمين العربي والاسلامي. انا بذكر من 7 8 اشهر قبل الطوفان بكثير يعني، كتبت مقال انه اللي بده يقود العالم العربي للسعوديه، انه اللي بده يقود العالم العربي في شغلتين لازم ينعملوا وينعملوا فورا حتى نقبل بقيادتكم للعالم العربي.
شو بتعمل جوا بلدك انت حر والله يوفقك. انا في الاردن، في مصر، في سوريا، في تونس، في لبنان، في فلسطين، شو بيهمني بنيوم طويله رفيعه عاليه واطيه خضره صفرة، انا شو بيهمني بالمشروع النوم. الله يوفقكم ان شاء الله بتكون استثمار ناجح وبتنوع مصادر الدخل السعودي، بهمنا يعني ما عندناش، بس انا ما بهمني مباشره. انا يعني شايف انا بهمني شغلتي، انتوا اغنى دوله عربيه، هل لديكم برنامج للاستثمار والمساعده الاقتصاديه للدول العربيه الفقيره اللي بتطلبوا قبول لزعامتكم؟ اذا بدكش تعطيني دعم، ليش بدي زعمك علي يعني؟ لكن الاهم انا في رايي اللي بدي يزعم العالم العربي بدي يحتضن فلسطين قضية وشعبا وحقوقا ومقاومة. هل السعودية قادرة على هذا الدور أو راغبة فيه؟ أتيحت فرصة لمحمد بن سلمان تاريخية في هاي الأزمة بدون ما يدخل في حرب مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة، يتبنى بشكل قوي بعض المواقف المؤيدة للشعب الفلسطيني، ساعتها بفرض زعامته على العالمين العربي والإسلامي. أما هذا الأداء الذي شهدناه، أفقد السعودية وقيادتها الشاب الجديدة القدرة على زعامة العالم العربي أو الأهلية لزعامة العالم. عبد الناصر ما كان يعطي المساعدات، مصر ما كانت تعطي، وأصلاً هي بلد فقير، بس عبد الناصر تبنى فلسطين صار زعيم عربي مش زعيم مصري بلا منازع. بدك تصير زعيم، بدك تروح، بدك تبنى، هاي بوابة، وهذا الممر الإجباري وهذا المدخل لزعامة العالمين العربي والإسلامي. بخلاف ذلك لا بهمني 20-30 ولا بهمني اليوم. الله يسعدك ويبعدك في هذا. وشكرا. نعم، شكرا أستاذ عريب مرة ثانية على الإضافات ورد الأسئلة. قبل ما أعطي عمر بس توضيح يعني عن موضوع الجاليات في ألمانيا، في تقريبا 400,000 فلسطيني أستاذ عريب، وإذا تحدثنا عن العرب فأعتقد في من الشباب هون بيعرف أكثر مني، بيوصل لأكثر من مليون. بالنسبة لإحنا شو دورنا، مش فقط صحيح توحيد الجاليات ضروري، ولكن مش فقط لدعم القضية الفلسطينية فقط، ولكن في هناك يعني غزة حطت يعني أو هزت العالم كله في من أجل الحقيقة، يعني ما هي الحقيقة، وهزت العالم كله على المفاهيم السائدة البالية والمفاهيم ازدواجية المعايير. وهون أنا بشوف دورنا أنه يجب البحث عن الألمان أو الفرنسيين أو الإيطاليين حتى نشتغل معهم من أجل ألمانيا، من أجل إيطاليا، من أجل هذا الشعب اللي كمان بيعاني من اتجاه إلى اليمين. فإحنا هون كمان دورنا، إحنا ما بدنا نستثني حالنا عن المجتمع الألماني في نفس الوقت. هذا بس يعني توضيح للآخرين. وأنا يا ريت لو يصير هناك، وإحنا بندعيك بلكي لألمانيا مشان تحضر مؤتمر معانا لتوحيد الجالية الفلسطينية وبعدين العرب، بتمنى ذلك. على كل بعض الآن لعمر الحديث، تفضل عمر. حياتي، يعطيكم العافية، أهلا بك أستاذ عريب، وشكرا لكم كملتقى على هاي محاضرة القيمة. وبحب أبدأ من محل ما انتهيتوا أنتوا الأستاذ عريب والأستاذ زياد في توحيد وإمكانية وفي توحيد وحدتنا كفلسطينيين، وكمان قضية تعامل مع الموضوع اللي صار فرصة أو تهديد. عندي انطباع أن عمليا اللي صار هو كمان تتويج وتتويج سياسة نتنياهو، اللي بدأ يشعر إنه مع انشقاقنا بطل عنا القدرة على الضغط، فصرنا إحنا مجموعة، اللي عنده برنامج أو عنده مبادرة ما عندهش سنان بقدرش يضغط، واللي عنده سنان ما عندهش مبادرة. فاللي صار الآن إنه الانفجار هذا الانفجار هل ممكن يؤدي لقصة إنه لحمة البرنامج مع أساليب الضغط؟ مثلاً بلاحظ البرنامج لما بقول موقف تبادل فتح المعابر وفي دولة مركزها القدس، فهل هذا بتشوفه أستاذ عريب يعني فرصة لإنه توحد الشعب الفلسطيني عليه
كمان تعطي فرصة للعالم العربي، يعني نوع من البرنامج اللي مدعوم بمقاومة على الأرض، ولا لحياة لمن تنادي. شكرا، هذه بس. نعم، شكرا عمر على الاختصار وعلى هذا الرأي الجديد. الآن بعطي الكلمة للأستاذ رامي. تفضل أستاذ رامي. مساء الخير للجميع، وأشكر الأستاذ عريب على ندلته وتقديمه القيم جدا. عندي زي ملاحظة سؤال، لأنه سمعنا من بداية العملية طوفان الأقصى أنه ناخذ الموضوع على كيف ناخذ الموضوع على انه عندي عيال. اوكي، بسجلك سؤال. تمام، ناخذ الموضوع على كانه عمليه بطوليه ونفخر فيها، ولا في تشكيك في الموضوع زي ما سمعنا كثير انه هناك في، يعني وين لحد اي مدى مصداقيه المقوله اللي بتقول اللي سمعناها إنه الإسرائيليين كانوا على علم في عملية الهجوم من قبل حماس والقوى المقاومة. والسؤال اللي بتشعب من هذا إنه اللي مدى مصداقية المقولة اللي بتقول إنه هناك عملية تآمرية بين يعني مع حماس أو هو انه الاسرائيليين يعني استفادوا من هذه العمليه لا يصلوا لها اللي بنشوفه حاليا، اللي هو عمليه التهجير، القتل وما الى ذلك من مخططاتهم، الممرات اللي بيحلموا يقوموا فيها، اللي هو الغاز والبترول اللي مواجه لشواطئ غزه. فحبيت يعني انه يعطينا وجهة نظره بالتفاصيل اللي عنده. شو الموضوع هون؟ يعني نسمع للتشكيكات هاي ولا لا؟ شكرا. شكرا كثير. الآن دكتور حامد، تفضل. مسموع الصوت؟ مسموع، تفضل. يا مساء الخير، شكرا جزيلا للدكتور وليد لهذه المحاضرة، وأشيد بما قاله الإخوة من قبل. الحقيقة المواضيع كبيرة جدا، وانت ذكرت بأنه هذا الموقف اللي حصل الآن ضربة موجعة إلى التطبيع، وأنا أفتكر هو يحصل العكس في رأيي أنا. ما دام هذه النظم العربية الفاشلة هذه الصنفوية تخاف من حماس، تنقلب عليها أكثر في رأيي أنا. وكمثال انت ضربت عن مثلا الموضوع بتاع اللي ذكر الاستاذ صلاح فيما يتعلق بالطريق الجديد، اللي هو اساسا فكره من السعوديه مدفوعه من امريكا، لانه هذا الخط يعني يطلع بمر على يخش عليها اسرائيل والاردن والسعوديه والخليج وبعد كده الهند. فده هو ضرب بطريق الحرير بطريقة واضحة، وضرب لقناة السويس بنفسه. فالإشكالية بتاعت أنه التطبيع هيجيب ما بالصور، لأنه إذا كان هم يعني السعودية وإيران، هذا الاتفاق تم عن طريق الصين، ويجي محمد بن سلمان يعمل هذا الطريق، يعني عزازا ضد هذا الموضوع. الموضوع بتاع الحرب الإبريدية، انت حسب مفهومك من الآن غير واجز الآن، وأنا بفتكر لا أمريكا عندها رفض ولا إيران عندها رفض الحرب، لكن إسرائيل حجر إلى هذه الحرب. والمثال بعيد هذه المناوشات مع حزب الله،
هي تريد أن تورط حزب الله. والنهاردة لغاية الآن حزب الله غير غادر يدخل في حرب مع 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 إسرائيل. فإلى أي درجة تتحمل المقاومة الفلسطينية الحماس هذه الضربات الموجعة من غير ما يكون في سبب من الخارج، سواء كان من إيران، سواء كان من حزب الله، سواء كان من اليمن، إلى أي درجة؟ فهذه هي الإشكالية. النقطة الأخيرة وهي ممتازة جدا حيث التوقيت الفلسطيني، ودي أنا أفتكر من أجمل الأشياء اللي ذكرتها عنده، ولكن كيف يتم ذلك في وجود أبو مازن؟ هل هو ذاته أنا في غير ناس يقول الكلام به، هل هو ذاته يستوعب ماذا يدور؟ أقول له مش خرّة؟ يعني ما قادر أتصور أنه حاضر في هذه الظروف هذا الموقف. إذا كان هو يتكلم مع وزير الخارجية الأمريكية ماذا بعد حماس؟ يا أخي إذا كان هذا أكبر فضيحة تكون لهذا الشخص. ما أطيل لأنه في ناس كثيرين، وإذا جاء دورة ثانية ربما أرجع. شكرا جزيلا مرحبا. شكرا كثير حامد. أستاذ عريب الآن الوقت بداهمنا، فأنا بقترح نكمل المشاركين. نعم تفضل يحيى علوان. شكرا. مساء الخير للجميع. شكرا أستاذ عريب على العرض اللي قدمته للمستفيد، ويعني أقدر أسميه بانوراما للوضع الحالي. أبدأ بسؤال وبعدين عندي مداخلة. السؤال هو هناك داخل اللقطة الأمريكية الحاكمة رأيي أقول لك أن هذا الوضع الكائن والصراع العربي الإسرائيلي وصل إلى حدود استنفذنا إحنا في إمكانيات ما عدا كوب عندنا إمكانية أن نتدخل بهذا الشكل من الأشكال. نذكره على غرار مؤتمر مدريد في بكين جرون الصين على أساس أنه شيء من الميل العربي باتجاه الصين. الصين يمكن ترتب لها مؤتمر، يجون العرب مع الإسرائيليين ضيفة صيغة ونزق لهم إلا 30-40 سنة قادمة هذا الرأي موجود داخل بعض الأوساط المؤثرة في صناعة القرار الأمريكي. المقلب الآخر فيما يتعلق ب الخيارات المطروحة لعلي نقول بعد نهاية هذه الحرب في غزة، هناك أطراف عربية ما أريد أسميها تراهن على ومن المشروع الإسرائيلي في إضعاف القضية الفلسطينية وحتى منظمة التحرير وحتى إضعاف عباس، طالما أنه الأمريكان والإسرائيليين ومريك حماس بعد في غزة قد يؤتى بدحلان كبديل لإدارة القطاع. هذه أيضا هم واحدة من الخيارات اللي أيضا هم يمكن التفكير بها. هذا الحد أريد عندي شوية تعقيب بما يتعلق بدور دورنا إحنا كمهاجرين كموجودين في عديد من دول خارج البلدان العربية. شو هو الدور اللي يمكن أن نقوم به؟ إضافة إلى ما
جرى تفضل به سواء من قبل الأستاذ مريم أو من قبل بعض الأخوة المتداخلين. أنا أعتقد إضافة إلى هذا علينا أن نفهم ما يلي، أنه حدثت انعطاف خل ولو كانت محدودة إلى عام الغربي، جاء القضية الفلسطينية الآن، وهذه الانعطاف تأدت مش فقط نتيجة الانعطاف العربية في هذا البلدان، وإنما أيضا انتبهت إلى أوساط من المواطنين في هذه البلدان، سواء كانوا في بريطانيا أو في أمريكا في إسبانيا وكذلك حتى في أمريكا. هناك مزيد من الشعور عند دوائر متسعة خاصة عند الشبيبة، موقف أخلاقي، خطأ صح، ظلم تضامن وإلى آخره. هذا جيش